صوت الفرحة ولا صوت الرعب ولا ايه؟ Listen, we... ما ترعبوا بقى يا سنتي بقى اي حاجة يمين شمال. And now another turbulent over there. So for landing maybe it's a crash in another landing and maybe break legs or worse. خد شوية سشوارة في شعره رهيبة. So remember to pull your knees up and feet forward. Okay. Because this is not the one that's supposed to be flying. احنا بنقرب دلوقتي من الارض. يقولوا انه في مشكلة. هو انا حاسس ان في مشكلة. يلا هو ابتدى يترعب شوية. برافو يا سانتي. يلا يا جماعة ده نازل. ده نازل مش مرعوب. خلي شادي يظبط بقى. What happened? What Opa. Happened? Oh, what is wrong? Go! What's happening? هو ثانية واحدة بس. هو انت انتوا جايبيني عشان تعملوا فيها ضرب يطلع الضرب فيه ايه ده ما انا عارف طبعا. عرفت امتى؟ لا ما انا عارف. هو سؤال بسيط. انتوا هتجيبوني من بيروت لاسبانيا عشان اعمل سكاي دايفنج وتدوني فوق فلوس؟ ايه ده؟ عملت ايه اما فتح البتاع؟ ولا حاجه. فعلا؟ فعلا عشان انا كنت حاسس يعني ان في حاجه. لا والله انا كنت حاسس في حاجه مش مظبوطه. بس انا قلت استمتع في الجو في التجربه دي. استمتعت ولو مت فمفيش مشكله. يلا الحمد لله استمتعت. بس والله تجربه حلوه.